خليني اخد زاويه تانيه وخليني ارحب بدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي عضو مجلس الشيوخ. دكتور عبد المنعم مساء الخير يا فندم. نور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اهلا بيك دكتور عبد المنعم. ومهم اخد راي حضرتك في دعوه سياده الرئيس بفكره انه بيدعو العالم للسلام من منطقه السلام وانهاء الحرب الروسيه الاوكرانيه. يعني لازم اقول لك الواحد حس بالموضوع ده بشكل عاطفي، يعني بمعنى انه بيتم على ارض مصر مثل هذه الدعوه المهمه ومن مدينه السلام، بيبقى استكمال لروح مصريه مستمره منذ عقود الان، ان في دأب على عمليه السلام، الاستقرار في الشرق الاوسط، القيام بالوساطة أحيانا، وتشجيع عمليات إعادة البناء أوقات أخرى، وكل ده بينما مصر منشغلة بعملية بناء ذاتي كبيرة ومتسعة. ففي جزء كده يعني الواحد يهفو له قلبه، بمعنى أنه الارتباط بالمكان، يعني الارتباط بشرم، يعني كمان احنا بنتكلم باسم حضارة عظيمة، يعني فالحديث عن السلام دلوقتي مطلوب في العالم جدا، يعني مطلوب جدا. ويمكن انا قلت في بدايه الحرب وكان واضح قوي انها هتكون سبب لالام كثيره، ان الامر يحتاج زي ما حصل اثناء حرب فيتنام في حروب كده كان في حركه عالميه للمطالبه بالسلام ووقف الحرب. اعتقد دي اول نداء حقيقي يتم من دوله ذات تاريخ عريق وهو مصر، انه رئيسها يطلب وسط مؤتمر فيه اكثر من 50 من قاده دول العالم. نعم. فهو اللي بيفتتح دي، يعني انه دعونا لدينا قضيه هنا في شرم الشيخ، قضيه بالغه الاهميه، تجمعنا جميعا على انها وجوديه، لكن لا يمكن ان نستسلم، انه في حرب اخرى يعني لا تزال يعني تطحن دولتين وتصرف انظار العالم وتتسبب في الام كبيره في العالم من انها تستمر. لابد وان تقال، وسوف نستمع الى حديث رؤساء الدول بعد ذلك ونرى الى اي حد مثل هذا النداء يمكن ان يجمع يعني طاقه كبيره من اجل وقف هذه الحرب. نعم نعم. طيب دكتور عبد المنعم، كمفكر اقتصادي مهم جدا، واحنا في ظل هذا الكلام وهذه الدعوه، معاناه الشعوب قويه جدا، أزمة طاقة، أزمة غذاء، أزمة ماء، الشعوب في كارثة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. أستاذة عزة، أنت عارفة أن أنا مش اقتصادي، أنا يعني هي تهم ولا أنفيها ولكنه شرف لا أدعيه، لكن طبعا الكلام سياسة في موضوع اللي أنت قلتيه، اللي هو أنه لا شك أنه نتيجة الحرب، نتيجة ظروف سياسية. نعم عفوا، أنا أقصد سياسي، عفوا تفضل. أيوه نعم. إن العالم يمر بمنعطف مؤلم للغاية، يعني وكل العالم ليس له فيها ناقة ولا جمل. أيوه. نحن على علاقات يعني جيدة كأمة عربية كمصر مع كل من أوكرانيا وروسيا، وأنه تدهور هذا الموقف إلى حالة من المقاطعة الاقتصادية اللي تؤدي إلى أزمة طاقة عنيفة ترفع الأسعار على كل العالم، تؤدي إلى تضخم، تؤدي فهنا حتى أنه المشاكل الأساسية المتعلقة بالكورونا، المتعلقة بالاحتباس الحراري، المتعلقة بقضايا تهم كل يعني سكان هذا الكوكب. نعم. فيعني القضية هنا يعني تمت بنوع من الأنانية الشديدة، سوء التقدير الكبير، عدم ان العالم للأبعاد، سوء التقدير كان نتيجة ما درسوش أبعاد ما سيحدث، مش كده؟ يعني يعني احنا لو بصيناها من الزاوية الروسية والزاوية الأمريكية اللي هم الطرفين الإسرائيليين الأساسيين في الموضوع، الجانب الروسي ركز على فكرة إن حلف الأطلنطي هيتمدد على حدود، طب هو موجود على حدود يعني
في ليتوانيا واستونيا ولاتفيا دي كلها دول متداخله مع الاتحاد السوفيتي اعضاء في حلف الاطلنطي، وان الموقف الروسي ادى الى ان فنلندا والسويد ولهم الحق في ذلك يعني يشعرون بعدم الامان، فبالتالي يلحقون بحلف الاطلنطي الذي كانت روسيا تريده يعني يتم تقليصه، فامتد الى دول جديده. على الجانب الاخر الولايات المتحده هي اخطات مرتين في فهم واحد ان اوكرانيا وهي دوله اوكي ديمقراطيه وتعقد انتخابات لكنها لم تستوعب الاقليه المتحدثه باللغه الروسيه لكي تجعلها تشعر بانها في وطن هو اوكرانيا. أيوه. والجانب الاخر للموضوع ان الدعوه الايديولوجيه للرئيس بايدن ان العالم مقسم ما بين ديمقراطيين وسلطويين هي في الحقيقه نوع من نزع الشرعيه عن اكثر من يعني 55% من دول العالم اللي هي في نظم لا تتبع النظام الانتخابي الامريكي او الاوروبي او غيره يعني. فهنا القضيه هنا نزع الشرعيه عن ذلك يرتب امور معاديه التي وجدناها في بالنسبه لروسيا او بالنسبه او توترات مع الصين سرعان ما نلاقيها يعني تتولد في تايوان يعني المشكله انه الفكره العالمي. نفسها الفكره سمعت في حد ذاتها، هذه الفكره السيئه للحرب سمعت في توترات في اماكن اخرى. هي فكره ايديولوجيه تعمل صحيح. بشكل سلبي بتاثر بشكل سلبي على اكثر من تلتين، لان مش عدد الدول بس منهم الصين اللي هي كتله سكانيه كبيره. فيعني في برضه جزء من عدم الفهم يعني انما الايديولوجيه اللي كان في كلام كثير على انها يعني تراجعت تاثيرها على العالم على الجانب الامريكي لا ما اثرش في كلام ايديولوجي. فهنا نرجع للموضوع اللي احنا فيه هنا في شرم الشيخ نأمل انه يعني يقدم نوع من الحرج الانساني والاخلاقي للمتحاربين ان هم يوقفوا اطلاق النار ويبداوا فورا عمليه تفاوض جاده يعني. ايوه نأمل يعني تتوقع ردود افعال ممكن يبقى ليها بدايه نتيجه تحرك بقى بشكل مختلف او تصريحات بقت بشكل مختلف خارجه من الولايات المتحده الامريكيه من روسيا من اوكرانيا. هو عموما في من روسيا من ساعه الهجوم المضاد الاوكراني وبدا حاجات خاصه بالتعبئه في روسيا بدا حديث الرئيس بوتين يركز على فكره وقف اطلاق النار وعقد المفاوضات اللي هو معناها هيتم مع الحكومة الأوكرانية التي كان ينكرها من قبل يعني يعتبرها حكومة نازية وغيره يعني. على الجانب الآخر في أخبار يعني أنه الرئيس بايدن بدأ حديثا مع الرئيس زيلينسكي في أوكرانيا أنه آن الأوان يعني أنه يعني نستمع إلى فكرة البدء في المفاوضات. أنا في تقديري الشخصي يعني التحليلي هو انه المعركه الاساسيه تقترب اللي هي معركه خيرسون اللي هي معركه هي مدينه كبيره مقاطعه كبيره ايضا بنفس الاسم توجد في جنوب اوكرانيا والقوات الاوكرانيه فيها وفي حاليا تجري فيها كما لو كانت معركه كبيره من معارك الحرب العالميه الثانيه يعني زي العالمين او زي ستالينجراد او غيره. هذه المعركه انا اعتقد قد تكون حاسمه بمعنى انها يعني ايذر واي هتؤدي او في اي جانب الى انه يحدث نوع من اعاده الحسابات لانه ثمنها غالي جدا بالنسبه لاوكرانيا حاليا نتيجه القصف الروسي العنيف جدا للبنيه الاساسيه الاوكرانيه. ده هيجعل اعاده بناء اوكرانيا مره اخرى مكلفه للغايه. يعني هيكون هناك دوافع كافيه للمفاوضات اذا يعني حتى المفاوضات بتاخد وقت يعني اذا بداوا فده ايضا مساله هتاخد وقت لكن مهم يبداوا. هو يعني وقت ربما كنت كتبت مقال قلت عن يعني وقت للحكمه ام الحماقه او بين الحكمه والحماقه. التاريخ برضو بيشهد حماقات كثيره يعني.
طبعا. إنما نأمل إنه نكون في جانب الحكمة وإنه لحظة الحكمة تقترب يعني. ايوه يا رب، يعني اتمنى انه دي تبقى، يبقى ده اللي هنشوفه الفترة اللي جاية. وبشكرك لتحليلك، شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم سعيد، بشكرك شكرا جزيلا.